احنا دخلنا بحركة الترقيات في سنة 2019، وكان في حركة ترقيات اخرى في سنة 20. حركة الترقيات الاولى في سنة 19 احنا بنتكلم كان في حوالي 1.5 مليون استفادوا منها. حركة الترقيات الثانية تقريبا احنا بنتكلم في 250 الف او تعدى الرقم 250 الف. احنا حاليا دلوقتي بندرس حركة الترقيات، لان احنا كان المفروض نبدا نطبق قرار تقييم الاداء، لكن هذه الحركة هي هدية من فخامة السيد رئيس الجمهورية لجموع موظفي الجهاز الإداري للدولة. لا احنا بنتكلم يعني لسه ما مش عارفين العدد قد ايه ولا لسه هندرس العدد يا فندم. احنا شغالين دلوقتي في دراسة العدد في اطار حصر موظفي الدولة. احنا دلوقتي عندنا تحديث الملف الوظيفي، بننقل كل الملفات الورقية لكافة موظفي الدولة من ملفات ورقية الى ملفات الكترونية. اللي احنا انتهينا منهم حتى الان بالتفاصيل، التفاصيل احنا بنتكلم في 2,900,000. نعم 2,900,000. حتى الان. نعم. حتى الان. طيب سيادة الرئيس بيتكلم في القرارات على الناس اللي استوفوا الشروط، ايه هي الشروط اللي بيتم استيفائها لاي حد بيتم ترقيته؟ ايه هي القانون الخدمة المدنية لما جه قال انه في مستويات وظيفية. فعندنا يعني مجموعة من الزملاء والزميلات على المستوى الثالث. المستوى الثالث في المستوى الثالث جيم، والمستوى الثالث ب، والمستوى الثالث ألف. وبعدين عندنا المستوى الثاني. المستوى الثاني في مستويين فرعيين، المستوى الثاني ب والمستوى الثاني ألف. وبعدين المستوى الأول، في المستوى الأول ب والمستوى الأول ألف. نعم. لزوم علشان اترقى من مستوى إلى آخر لازم أقضي مدة زمنية مقدارها 3 سنين. نعم. لازم أبقى موجود على رأس العمل في ساعة حدوث الترقية. لازم ما اكونش في اي جزاءات وقعت عليا ولا اي حاجه في هذا الشأن. فده فندم الشروط الرئيسيه فيما يتعلق بالترقيه. احنا هنا قانون الخدمه المدنيه كان قبل كده في قرارات بنتكلم على الدرجات الوظيفيه، فكانت الترقيه تتم كل 8 سنين، لكن دلوقتي اصبحت المستويات كل 3 سنوات، فبالتالي المدد الزمنيه بقت قصيرة جدا، بقت قصيرة جدا فيما يتعلق بهذا الشأن، وبالتالي الناس بتترقى بشكل أسرع، لأن كمان احنا في الترقية بدأنا نحتفظ لهم بالمدد الزمنية المتبقية بعد الترقية. يعني أول قرار طلع في سنة 2019، فبالتالي لو أنا بقالي 5 سنين أحمد دي ما ترقيتش، أنا اترقيت بعد 3 سنين وطلع معايا كمان سنتين. فبالتالي محتاج سنة واحدة عشان اترقى في السنة اللي بعدها. هل صالح بيه بصراحة في جهات ممكن ما يحصلش فيها ترقيات؟ انه في بعض سادة مشاهدين بعتلي انه ما عندهمش ترقيات بقالهم عدة سنوات، هل ده وارد؟ يا فندم وارد. لا وارد. وارد في الجهات احمد بيه، وارد في الجهات التي لها لوائح خاصة. وده هتلاقيها بالتحديد في الهيئات الاقتصادية. الهيئة الاقتصادية عندها لائحة خاصة. الهيئة الاقتصادية مش المفروض انها تخسر، فبالتالي لو هي بتتعرض لظروف معينة يا فندم فهتبقى الأولوية بالنسبة لها إنها تكفي مرتبات الزميلات والزملاء العاملين بهذه الهيئة. طبعا لو هتقول الأولوية هل يدوا ترقيات ولا يدوا الأجور والمرتبات، يعني أعتقد هيبقى من البديهي إن أنا أقول لحضرتك يكفوا بالأجور والمرتبات. نعم. إمتى ننتهي من الأعداد والدرجات؟ في خلال قد إيه؟ احنا فندم طبعا بالنسبة لتحديث الملف الوظيفي على مستوى الجهاز الإداري للدولة، يعني احنا طبعا لولا ظروف كورونا كنا قطعنا شوط اسرع من كده، ولكن طبعا حضرتك لان احنا بندخل كل وزاره وكل جهه وكل محافظه وبنصور الموظفين من الزميلات والزملاء صوره ضوئيه حديثه، وبنصور البطايق بتاعتهم وبننقل الملفات دي، فطبعا ده فيها احتكاك. نتيجه الظرف الحالي وظرف كورونا اللي بنمر بيه من يعني احنا بنتكلم من 16 مارس سنه 2020. نعم. طبعا ده ادى الى انه يبقى في تبطئه في عمليه الانهاء، لكن احنا ان شاء الله باذن الله بنامل انه بنهايه سنه 2022 نكون انهينا الملف الوظيفي تماما على مستوى الجهاز الاداري للدولة. ساعتها بقى احمد بيه هنقدر لو في حركه ترقيات زي كده هنقدر نعرف المستحق بشكل لحظي مباشر، ونقدر كمان تبقى الحركه اوريدي مركزيه، وبالتالي يتم ترقيه الناس من خلال هذه المنظومه. سياده الرئيس النهارده ايضا الناس